ما هو العمل الذي يجب عمله حتى يعصمني الله من همزات الشيطان؟ على أنه عندما أكون قريبا من الله تكثر الوسوسة حتى أرتكب الخطأ. وجهوني، جزاكم الله خيرا. عليك بملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى وذكر الله وأداء الفرائض التي افترضها الله عليك، فإن هذا مما يقربك من الله عز وجل ويحببك إليه. في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبادي أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. التقرب إلى الله جل وعلا بطاعته الفرائض أولا وقبل كل شيء، ثم بالنوافل وما تيسر منها، هذا مما يقرب العبد إلى الله عز وجل. عليك بالحرص على ذلك لأجل أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وتكون من أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.